بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 104. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله الشيخ صالح وبياكم. حياكم الله وبارك فيكم. كنا فيما سلف من الحلقة الماضية مع المؤلف رحمه الله في باب الإجارة، ووقفنا عند قوله في شروط الإجارة الثلاثة، الثالث الإباحة في العين، فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: الثالث من شروط صحة الإجارة الإباحة في العين، أي في نفع العين، بأن تكون المنفعة التي استوجرت العين من أجلها، هذه المنفعة تكون مباحة، وذلك كسكن الدار والدكان للبيع والشراء والأمور المباحة. فإن كان الاستئجار لأجل منفعة محرمة، ليستغل المحل لمنفعة محرمة، فهذه الإجارة غير صحيحة، كما لو استأجر امرأة للزنا والعياذ بالله. قال صلى الله عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي، نهى عن مهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب. ومهر البغي معناه أجرة الزنا، لأنها في مقابل عمل محرم، والزنا من كبائر الذنوب المغلظة. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فجعل الزنا قرينا للشرك بالله وقتل النفوس لما يترتب عليه من خلط الأنساب وفساد الأعراض وانتشار الأوبئة الخبيثة التي تفتك بالمجتمعات، كما هو مشاهد في المجتمعات الإباحية من فشو الأمراض المستعصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالزنا جريمة عظيمة وجريمة خطيرة، لا على الزاني فقط، بل حتى على المجتمع الذي يعيش فيه. وإذا ظهر الزنا والفاحشة في قوم، فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبهم عقوبة عاجلة. وكذلك الزمر، وهو ضرب المزامير، فإذا استأجر شخصا فنانا لضرب المزامير فهذا الاستئجار حرام، وهذه الأجرة محرمة. أو أجر دارا لأجل أن يستعملها الفنانون الذين يضربون على المزامير والمعازف ويتخذون داره محلا لذلك، فهذا التأجير محرم والأجرة سحت، لأنها في مقابل أمر محرم، لأن المزامير واستعمال المزامير حرام، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في أقوام يأتون آخر الزمان
يستحلون الخمر والحرير والمعازف، فجعل المعازف وهي المزامير قرينة للخمر وقرينة للزنا وقرينة لتحريم الحرير على الرجال. فمن اتخذ ضرب المزامير وآلات له حرفة له فإنه يحترف حرفة محرمة، وما يحصل عليه من أجرة في مقابل هذا العمل فهي حرام. وكذلك من يؤجره المحل، من يؤجره المحل لعمل هذه المحرمات آثم، وما يحصل عليه من الأجرة سحت وحرام. نعوذ بالله. وكذلك الغنى، لو أجر داره لتكون دارا للغنى وللفنانين يغنون فيها فهذه الأجرة حرام عليه، لأن الغنى حرام بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ولهو الحديث هو الغنى كما فسره بذلك كبار الصحابة كعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره من صحابة رسول الله، فسروا لهو الحديث بأنه الغنى، وأنه يصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن تلاوة القرآن. وجاء في السنة أن الغنى ينبت النفاق في القلب، وجاء في وصف قوم في آخر الزمان أنهم تعزف عليهم القينات، والقينات هن المغنيات. فالغنى حرام بنص الكتاب والسنة. وكذلك في إجماع العلماء المعتبرين اتفق الأئمة الأربعة على تحريم الغنى، وأنه فسق، وأنه ينبت النفاق في القلب، فاتخاذه حرفة ومهنة وتأجير الدور من أجله أو تأجير المغنين كل ذلك حرام، وما يؤخذ في مقابله حرام. وكذلك من المنفعة المحرمة أن يؤجر داره لتتخذ معبدا للشرك وكنيسة للنصارى أو بيعة لليهود أو دارا للوثنية، فإن هذا كله مما يحرم عليه عمله ويحرم عليه ثمنه وكسبه، لأنه في مقابل حرام. وكذلك من باب أولى تأجير الدور أو العمارات لتكون دورا للربا، كأن تؤجر على البنوك الربوية والمصارف الربوية، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. وقد لعن صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، فلعن الآكل لأنه باشر الربا، والموكل والشاهدين والكاتب لأنهم تعاونوا معه. قد قال الله جل وعلا: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فعمتهم اللعنة لأنهم تعاونوا مع المجرم. وكذلك الذي يؤجرهم بني مبناه أو داره أو عمارته يكون متعاونا معهم على الإثم والعدوان، وتجعل داره أو مبناه محلا للسحت والربا الذي حرمه الله بنص الكتاب والسنة وأجمع على تحريمه المسلمون. وكذلك إذا أجر داره لتكون محلا لبيع الخمر أو الحشيش أو الدخان أو غير ذلك من المواد المحرمة، فإن هذا التأجير حرام عليه، والأجرة التي يأخذها في مقابل ذلك حرام عليه، لأن الله حرم الخمر ولعن شاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها إلى آخر عشرة ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم ملعونون في الخمر. والذي يؤجر داره لتكون محلا لبيع الخمر أو معملا للخمر فإنه يدخل في هذا، ويكون متعاونا على الإثم والعدوان، وما يأخذه يكون
حراما ويكون سحتا يأكله حراما ويستعمله حراما والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه. تصح إجارة الحائط لوضع أطراف خشبه عليه، لأن هذا غرض صحيح، فإذا احتاج إلى جدار ليضع خشبه عليه ولم يمكنه صاحب الجدار إلا بالأجرة فله ذلك، لأن ذلك منفعة مباحة ومنفعة مقصودة، فلا بأس بذلك، إلا في مسألة ما سبق، إذا احتاج الجار إلى وضع خشبه على جدار جاره وليس على الجار ضرر من ذلك فإنه يجب عليه أن يمكنه منه مجانا، لما جاء في الحديث: لا يمنعن جار جاره على أن يغرز خشبه في جداره. ثم قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. فتستثنى هذه المسألة، إذا احتاج الجار إلى وضع خشبه على جدار جاره وليس على جدار الجار ضرر من ذلك فإنه يمكنه منه مجانا بدون دفع أجرة. نعم. ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها. المرأة كالرجل، يجوز لها أن تؤجر نفسها على عمل مباح كخياطة ثياب أو تغسيل ثياب أو غير ذلك أو غير ذلك مما هو من عمل النساء. نعم. أو إرضاع، أو تأجير نفسها للرضاع، أو غير ذلك من الأعمال المباحة اللائقة بالمرأة والتي تستطيعها المرأة. لكن إذا كانت مزوجة فإنها لا يجوز لها أن تؤجر نفسها إلا بإذن زوجها، لأن ذلك يفوت عليه بعض منافعها ويفوت عليه تفرغها لبيته وقيامها بأعمال بيته. ومن ذلك نعلم أنه لا يجوز للمتعلمات الآن والمتخرجات أن يتوظفن للتدريس أو للكتابة أو غير ذلك إلا بإذن أزواجهن، فإن لم يرضوا بذلك فلا يجوز لهن أن يتوظفن، لأن طاعة الزوج واجبة وحق الزوج مقدم، فلا تهدر حق زوجها ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك بغير إذنه فهي عاصية لله ولرسوله، وما تكسبه من وظيفتها يكون حراما عليها. نعم. غير الزوج من أوليائها يلحق بالزوج فيه؟ لا، ما يلحق بالزوج إلا الوالدان إذا احتاج إلى خدمتها فإن حق الوالدين مقدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة. نعم، يشترط في العين الذي تقدم هو بيان شروط صحة عقد الإيجار، وهذه شروط أخرى زائدة على شروط عقد الإيجار، وهي ما يشترط في العين المؤجرة إذا كانت الإيجار على عين، فيشترط فيها هذه الشروط: أولاً معرفتها برؤية أو صفة. فإن كانت العين المؤجرة مجهولة لم يصح العقد، فلا يجوز له أن يستأجر دارا معينة أو سيارة معينة إلا بعد رؤيتها وتفحصها ومعرفة مدى صلاحيتها، هذا إذا كانت العين معينة. أما إذا كانت عين موصوفة، كان يقول: أجرتك سيارة صفتها كذا وكذا، أو أجرتك دارا صفتها كذا وكذا، فإن الصفة التي تكفي في السلم فإنها تكفي في معرفة العين، منفعة العين المؤجرة. نعم. قال: معرفتها برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها. مما لا يصح فيه السلم كالبساتين والنخيل والأراضي تشترط مشاهدتها، فإذا كانت الدار لا تنضبط بالصفة فإنه لا يصح استئجارها إلا بعد معرفتها برؤية ومعاينة. أما إذا كانت مما ينضبط
في الوصف فإنها يصح فيها ذلك قياسا على السلم. نعم. وأن يعقد على نفعها دون أجزائها. من شروط صحة الإيجار على العين أن يعقد على نفعها دون أجزائها، لأنه إذا عقد على أجزائها فهذا بيع، العقد على الأجزاء هذا بيع، أما العقد على المنفعة فهذا إيجارة. نعم. إذن معنى قوله دون أجزائها أنه يصح عقدا آخر ليس أنه محرما، لا نسميه إيجارة. أيه. نعم، نحن الآن نتكلم على الإيجارة. نعم. نعم. قال فلا تصح إيجارة الطعام للأكل ولا ش... نعم، هذا ضرب أمثلة للعقد على أجزائها. لا تصح إيجارة الطعام للأكل لأن هذا عقد على الأجزاء، والطعام إذا أكل يفنى. نعم. فهذا عقد على الأجزاء وليس على المنفعة. نعم. ولا الشمع ليشعله. ولا الشمع ليشعله، الشمع هو المعروف الذي يجعل فيه الزيتون أو الزيت المواد المشتعلة، فإذا أجر الشمع لأجل أن يشعله فالإيجارة غير صحيحة، لأن الشمع يتلف بالإشعال، فهذا استئجار على العين وليس على المنفعة، فيكون بيعا لا إيجارة. نعم. ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر. ولا يجوز أن يؤجر حيوانا ليأخذ لبنه، لأن اللبن جزء من الحيوان، والإيجارة لا تكون على الأجزاء وإنما تكون على المنافع، إلا في صورة واحدة وهي استئجار الظئر لأجل إرضاع الطفل، فإن هذا يجوز للحاجة إلى ذلك ولوروده في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا. وكذلك إذا أجر بئرا صحت الإجارة وماؤها يدخل تبعا، وإن كان الماء من أجزائها إلا أنه يدخل تبعا. نعم. وكذلك ماء الأرض إذا استأجر أرضا وفيها ماء فالماء لا تجوز إجارته، وإنما جازت إجارة الأرض ويدخل ما فيها من الماء تبعا، والفقهاء يقولون يعتبر، والفقهاء رحمهم الله يقولون يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. نعم. قال والقدرة على التسليم. نعم. الشرط الثاني من شروط صحة الإجارة أن يكون المؤجر قادرا على تسليم العين المستأجرة مثل ما سبق في البيع، فإن كان غير قادر فإنه لا تصح الإجارة. نعم. فلا تصح إجارة الآبق والشارد. نعم. لا تصح إجارة العبد الآبق وهو الهارب من سيده، ولا الحيوان الشارد كالبعير الشارد لعدم القدرة على تسليمه. نعم. واشتمال العين على المنفعة. الشرط الثالث من شروط صحة تأجير العين أن تكون مشتملة على المنفعة التي أجرت من أجلها، لأن هذا هو المقصود. نعم. فلا تصح إجارة بهيمة زمنة لحمل. لا تصح إجارة بهيمة زمنة يعني مريضة لحمل، لأنها لا تستطيع الحمل، فهذا العقد جرى على شيء غير متحقق. نعم. ولا أرض لا تنبت للزرع. ولا يجوز أن يؤجر أرضا من أجل الزرع وهي لا تنبت لفوات المقصود، أما إن أجرها للسكنة فهذا صحيح. نعم. وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها. هذا الشرط الرابع، أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، مثل البيع يشترط أن يكون المبيع مملوكا للمؤجر أو مأذونا له فيها، كالوكيل إذا وكل شخصا يؤجر محلاته أو يؤجر سياراته أو يؤجر ممتلكاته فإن هذا يصح، ولأن الوكيل يقوم مقام الموكل. نعم. وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. من استأجر شيئا واستحق منفعته فإنه له أن يستغل المنفعة لنفسه، ويجوز أن يؤجرها لغيره لأن المنفعة له، فله أن يستوفيها بنفسه أو بوكيله، فله أن يؤجرها لغيره
ولو بأكثر مما استأجرها به، ولكن لا يكون هذا الغير أكثر منه ضررا على العين المؤجرة، بل يكون ضرره في العين مثل ضرر المستأجر الأول أو أقل. قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. نعم. وتصح إجارة الوقف؟ نعم، تصح إجارة الوقف، وهو الشيء المحبوس على معين أو على جهة. الشيء المحبوس والممنوع من البيع أن يباع أو أن يوهب أو أن يتصرف فيه بما ينقل رقبته، والوقف من الأحكام المشروعة في الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والصدقة الجارية هي الوقف، وقد وقف المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده يريدون أن يجري ثواب هذا الوقف بعد وفاتهم ويستمر أجره لهم. فالوقف على جهة الخير وفي أعمال البر مشروع وفيه فضل عظيم. وإذا كان الوقف على معين، كان يوقف على إمام مسجد أو على مؤذن مسجد، فله أن يستغل المنفعة بنفسه، وله أن يؤجرها لغيره، لأن من صح له استيفاء المنفعة جاز أن يستغلها بنفسه أو أن ينيب غيره ممن يقوم مقامه فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وتصح إجارة الوقف، فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ. فإذا أجر المعين الموقوف عليه، أجر الوقف، ثم مات هذا المؤجر مات، انتقل الوقف إلى من بعده، كأن أجر وقف المسجد إمامه ثم مات، يعني في بيت للمسجد مثلا أجره هذا الإمام وليستغل أجرته ثم مات، فإن الإجارة لا تنفسخ بموته، وينتقل الحق لمن بعده، للإمام الثاني، وتستمر الأجرة إلى نهاية مدتها، ويكون للإمام الثاني بقية الأجرة. نعم. إذن قوله فانتقل يعني الوقف. نعم. قال: وللثاني حصته من الأجرة. للثاني حصته من الأجرة التي بقيت بعد الأول. نعم. وإن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح. تقدم لنا أنه يشترط أن تكون الإجارة على مدة معينة. قال هنا: ولو كانت هذه المدة طويلة، إذا كان يغلب على الظن بقاء العين فيها، كما لو أجر الدار أو أجر الأرض 10 سنين أو 100 سنة، فإنه معلوم أن الدار تبقى ويطول مدتها، وكذلك الأرض معلوم أنها تبقى وتستمر، فيجوز أن يؤجرها سنين طويلة ما دام أنه يغلب على الظن بقاء العين فيها، لأن هذا مما تستدعيه مصالح الناس، فيجوز أن يؤجر المبنى 10 سنين أو 50 سنة، أو كذلك يؤجر الأرض للزراعة أو للغراس إلى 100 سنة أو أكثر، لأن هذا تستدعيه مصالح الناس، ولأنه لا ضرر فيه. أما إذا كان لا يغلب على الظن بقاء العين إلى تمام هذه المدة، فإن هذه الإجارة لا تصح، ولأن موسى عليه السلام أجر نفسه 8 حجج، أي 8 سنين، أجر نفسه لراعي الغنم 8 حجج أو 10 حجج، وهذه مدة طويلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين، أو بقر لحرث، أو دياس زرع، أو من يدله على طريق، اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف. إذا استأجر الدواب للعمل، فإنه يشترط ضبط هذا العمل ومعرفته،
بما لا يختلف. فإذا استأجرها للحرث، حرث الأرض أو لدياس الزرع، فإنه يشترط أن يعرف مدى هذا الحرث ومقداره ومدته ومقدار هذا الزرع الذي سيداس. ما يقال دياس زرع فقط، بل يقال دياس الزرع الفلاني أو الموجود في محل كذا، أو زرع الأرض المعلومة، الأرض المعروفة. ما أن يقول لحرث مطلق أو لدياس مطلق فهذا يدخله الجهالة والنزاع، فلا بد أن يقول لحرث الأرض الفلانية المحددة بكذا وكذا عرضا وطولا، ولدياس الزرع المعروف في أرض كذا وكذا، ويكون الطرفان يعرفان مقدار الأرض ومقدار الزرع الذي سيداس، خروجا من الغرر والجهالة. وكذلك إذا استأجر من يدله على طريق صح ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن أريقط الليثي ليدله على الطريق عام الهجرة، ليدله على طريق المدينة عام الهجرة، وكان عبد الله بن أريقط حين ذاك كافرا، فدل على جواز استئجار الإنسان للمنفعة المباحة حتى ولو كان كافرا. ويشترط معرفة المسافة، يعين البلد، يقول تدلني إلى بلد كذا وكذا، أو تدلني إلى الموضع الفلاني من البر، ولا يقول على أن تدلني الطريق ويطلق، لأن الطريق يكون مجهولا، فلا بد أن يحدد له الطريق الذي يدله عليه من محل كذا إلى محل كذا، أو إلى بلد كذا، أو إلى موضع كذا من البر. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ولا تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة. لا تصح الإجارة على عمل من العبادات، لا تصح الإجارة على القيام بالعبادة، لأن العبادة طاعة لله عز وجل، ولا يجوز أن يستأجر من يقوم بها، لأنه إذا عملها من أجل الأجرة فليس له فيها ثواب ولا تصح. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فلا يصح أن يستأجر من يصوم عنه، أو من يصلي عنه، أو من يؤم في المسجد، أو من يؤذن، بأن يدفع له أجرة ويقول أنا لا أؤذن أو لا أؤم الناس إلا بأجرة كذا وكذا شهريا، فهذا أمر لا يجوز. لكن كونه يأخذ من بيت المال على هذه الأمور، على الأذان، على الإمامة، على الإمامة، على القضاء، على الإفتاء، على التدريس، كونه يأخذ من بيت المال هذا لا بأس به، لأن هذا ليس لا يسمى أجرة، وإنما يسمى رزقا من بيت المال، وبيت المال إنما هو لمصالح المسلمين، وهذا من أعظم مصالح المسلمين، لأنه لو لم يجر لهؤلاء من بيت المال لتعطلت هذه المصالح، لأنهم سيضطرون إلى أن يطلبوا الرزق وأن يحترفوا ويتركوا هذه الأعمال. فإذا لم يؤمن لهم ما يكفيهم من بيت المال فإنها ستتعطل هذه المصالح العظيمة. ولأن هذا كان موجودا في عهد الخلفاء الراشدين، فقد أجروا الجرايات للأئمة والمؤذنين والمدرسين والقضاة والمفتين، أدل على أن هذا ليس من الأجرة، وإنما هذا من الرزق من بيت المال الذي هو للمصالح العامة. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي لنهاية هذه الحلقة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لفضيلته ما تكرم به من شرح وبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.